هاي البطاطا زرعتها من 107 أيام تقريبا، اليوم بدنا نقلعها وبدنا نشوفكم النتيجة، لكن قبل هذا بدي أشوفكم طريقة زراعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع البطاطا. هاي الأرض كنت زارعها ملوخية بالربيع، خلص الموسم وحاليا بدي أنظف الأرض من الأعشاب ومن الحشايش، وبدي أحرثها حتى أجهزها لزراعة البطاطا. حاليا احنا بعد ما جهزنا الأرض وسهلناها ونظفناها من الأعشاب ومن الحشايش، بدنا نحرث الأرض بشكل جيد مشان نبلش نزرع البطاطا. كلكم تعرفون أخوتي البطاطا تحب الأرض تكون طرية، وأفضل أرض أو أفضل لون تربة تنجح بيها زراعة البطاطا هي الأرض البيضاء الرملية. ليش؟ لأنه الأرض الرملية قد ما صار مطر عليها وصار شتاء ما تكبس وما تصبح ماكنة على جذور البطاطا، لذلك جذور البطاطا على طول تلاقي الأرض طرية ويستسهل إنها تفرخ فيها وتكبر حبة البطاطا. طيب إحنا ما عدنا أرض رملية، كيف بدنا نخلي البطاطا تنجح عندنا بشكل رهيب؟ مثل ما لكم شايفين أنا عملت التربة على شكل هرم، يعني حرثتها بشكل جيد ورفعتها إلى الأعلى وصارت كوام كوام على شكل هرم. بعدين فضيت سماد عضوي أو مخلفات الأبقار أو الماعز على التربة، وبعدين رجعت فرقت قلوب التربة، يعني عملتها على شكل بركان. مثل ما لكم شايفين أخوتي احنا بعد ما خلصنا عملية الحرث جبنا قنينة بلاستيك شفاف وعملنا أكثر من 6 7 فخوت من كل جنب مشان توزيع المياه، وبدنا نشيل المسكة. جبنا 6 قناني على 6 حفر ووزعنا كل قنينة على حفرة. حاليا بدنا نطمر القناني، فقط بدنا نترك فوهة القنينة خارج الحفرة مشان عملية الري. طيب احنا بعد ما بدنا نقمر القنينة بشكل كامل مثل ما لكم شايفين خلينا فقط الفوهة خارج التربة مشان وقت نعبيها مياه تبلش المياه تتوزع من خلال فتحات تصريف المياه من الجوانب. بهاي الحالة التربة راح تظل عندنا على طول هشة. ليش؟ لأنه المي راح تجي من الداخل من الأسفل إلى الأعلى، يعني راح تتبلل التربة من الأسفل إلى الأعلى، وبهاي الحالة التربة ما راح تدك عندنا وما راح تصبح قاسية، يعني راح تصير التربة من أحسن أنواع التربة لزراعة البطاطا. حاليا بدي أعبي قناني المي وبدها تبلش المي تتوزع. بعدين شو بدي أعمل؟ بدي أجيب البطاطا وبدي أزرعها. وهاي البطاطا إذا ما لقيتها بالصيدلية الزراعية تقدر تشتريها من حي الله محل خضرة، تكون البطاطا مفرعة بهاي الطريقة. وإذا ما لقيت بطاطا مفرعة بهاي الطريقة بإمكانك تشتري حي الله نوعية بطاطا وتحطها بالثلاجة وتبللها لمدة 5 أيام، بدها تطلع بيها نتوءات أو براعم وتقدر تزرعها. بدنا نزرع بكل كومة تقريبا 6 حبات أو 5 حبات بطاطا. التربة صارت رطبة. ليش؟ لأنه المياه اللي فضيناها بقلب القنينة اتوزعت على التربة وصارت التربة طرية عندنا. صار في عندنا بطاطا صغيرة داخل التربة، لكن هاي البطاطا بعدها صغيرة، بعد شهر ونص بإمكاننا نقلع البطاطا بعد ما تزهر ونشيل المحصول. اليوم بدنا نقلع البطاطا بعد ما صار عمرها 107 أيام. أول شي بدنا نشيل النمو الخضري خارج التربة مشان نشوفكم كيف البطاطا انبتت تحت التربة. هاي هي البطاطا أخوتي، مثل ما لكم شايفين حبة البطاطا تزن أكثر من كيلو تقريبا. ليش؟ لأنه احنا لو بنعملنا التربة هرم وسقينا التربة من خلال القنينة اللي فختناها من كل الجوانب، التربة ما دكت على جذور النباتات، التربة أصبحت طرية، لذلك حبة البطاطا بلشت تصير كبيرة. وانتم بإمكانكم تزرعون بهاي الطريقة في حديقة المنزل. هاي الطريقة مخصصة للناس اللي عندهم أرض صغيرة وحابين يزرعون بطاطا فقط للاستهلاك المنزلي.
أما اللي بده يزرع للتجارة بإمكانه يزرع بطريقة أخرى. إحنا ما قلعنا كل البطاطا اللي زرعناها، فقط قلعنا حاجة المنزل، وبعد 10 أيام بإمكاننا نرجع نقلع للمنزل، لكن البطاطا ما لازم تظل بالأرض أكثر من 120 يوم. هاي هي طريقة زراعة البطاطا أخوتي في حديقة المنزل بكل اختصار. أتمنى منكم إذا عجبتكم الفكرة تشتركون بالقناة كنوع من الدعم. كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.